بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى نبدأ حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج نصف ساعة. هاي الحلقة سنخصصها للحديث عن العمل الخيري، وذلك من خلال التوقف أو تدبر سورة القصص، وهي امتداد الحلقة السابقة أيضا التي تدبرنا فيها سورة النمل وتحدثنا من خلالها عن عوائق التنمية في عالمنا الإسلامي. اليوم سنتحدث عن العمل الخيري من خلال التوقف أو تدبر هذه السورة الكريمة، وقد اخترنا هذا الموضوع من بين مواضيع متعددة، وذلك نتيجة لعدة أسباب، لعل من أهمها أولا أن الحديث عن العمل الخيري في شهر الإنفاق وفي شهر القرآن هو حديث من خلال تدبر بعض الآيات القرآنية، هو حديث ممتع ومغري جدا. هني السبب الثاني الذي دفعنا أيضا لاختيار هذا الموضوع هو أن من المفارقات المؤلمة أن الأمة الإسلامية وهي الأمة التي أبدعت في مجال العمل الخيري ووسعت من مفهومه من خلال ما نزل من القرآن ومن خلال الأحاديث النبوية، وسعت من مفهوم هذا العمل الخيري ليشمل كل ذي كبد رطب، كما أنها عددت ونوعت من مجالاته. ففي الكلمة الطيبة صدقة، ففي الابتسامة العابرة صدقة، حتى ففي النية أيضا هناك صدقة. هذا التنوع، هذا التعدد في العمل الخيري الذي عرف به المسلمون، هو اليوم أصبح للأسف أصبح اليوم غائبا في عالمنا اليوم، حيث أصبحنا نستولد أعمال الخير وفعل الخير من العالم الغربي بعد أن كنا نحن هم من يتصدر هذه أعمال الخير. فبدلا من أن نكون نحن هم من يغيث فقراء الأمم الأخرى ويغيث المستغيثين في الأمم الأخرى، أصبحنا ننتظر الإغاثة وننتظر من يعيننا من تلك الأمم الأخرى. السبب الثالث أيضا الذي دفعنا لاختيار هذا الموضوع هو أننا أصبحنا المسلم اليوم أصبح يعيش للأسف حياة متخلفة، ويموت أيضا موتة متخلفة، وموتة متخلفة بين المزوجتين، بسبب الجوع والمرض والعطش، وبسبب الكوارث الطبيعية، وبسبب الحروب، وبسبب الفتن، وبسبب أن بعضنا أصبح يقتل البعض دون أسباب مفهومة. إذا لقد أصبح عالمنا اليوم عالمنا الإسلامي أصبح عبارة عن رقعة كبيرة أو مقبرة كبيرة يموت فيها الناس. أمام هذا الموت الذي أصبح ينتشر في عالمنا الإسلامي والذي تنقله لنا الفضائيات يوميا، يغيب العمل الخيري ويغيب المشتغلون بالعمل الخيري، بينما تظهر المنظمات الأجنبية والمنظمات الغربية تغيث هؤلاء المسلمين المنكوبين. نحن أصبحنا نغيب في هذا المجال، تغيب الدول الإسلامية الميسورة عن إغاثة الدول الإسلامية المنكوبة، ويغيب الميسورون عن المفجوعين في البلد الواحد، بل وفي المدينة الواحدة حتى وفي الحي الواحد. لذلك من هنا تكمن أهمية الحديث عن هذا الموضوع. نحن كنا أمة قد أبدعت في مجال العمل الخيري وقد تألقت فيه في مرحلة من تاريخها، حيث أنه في مرحلة من تاريخنا الإسلامي كنا ننظر القمح على سفوح الجبال من أجل أن يأكل الطير للمهاجر. اليوم أصبحنا نترك المنكوبين في بلداننا، نترك الضعفاء في بلداننا، نترك المرضى في بلداننا، نتركهم لأن يغيثهم لكي تغيثهم أمم أخرى وبلدان أخرى. إذن من هنا تكمن أهمية العمل الخيري، وسنتحدث عن هذا العمل الخيري من خلال التوقف مع سورة القصص ومن خلال عدة وقفات. الوقفة الأولى وهذه الوقفة سنخصصها لأول لقطة قدمتها لنا هذه السورة، أول لقطة خيرية، وكانت عبارة عن اللقطة التي قدمتها لنا زوجة فرعون آسية، حيث أنها آوت واستقبلت الطفل الذي ألقاه إليها البحر وهو موسى عليه السلام. هذه اللقطة الأولى يمكن أن نخرج منها بخلاصتين أو بإشارتين في غاية الأهمية.
أولا الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في العمل الخيري، حيث أن اللقطة الأولى الخيرية التي قدمتها هذه السرة كانت بطلتها امرأة، ويزداد الأمر أهمية عندما يكون الأمر يتعلق بكفالة الأيتام وبإعانة الأطفال وبتربية الأطفال. هنا يبرز دور المرأة كثيرا. وعلينا أن نعلم جميعا بأن أطفال الشوارع عندما نتركهم لحالهم، عندما نتركهم لسبيلهم، فإنهم سيتحولون إلى قنابل موقوتة، قنابل إجرامية أو إرهابية تنتقم من هذا المجتمع الذي بخل عليها بالتربية، الذي لم يحتضنها في فترة حساسة من عمرها. هي تحاول أن تنتقم من هذا المجتمع. إذن علينا أن نسارع أو نبادر بتربية هؤلاء الأطفال وهؤلاء الأيتام، لأننا إن لم نربيهم حالا فإننا سندفع كلفة كبيرة في المستقبل القريب، ندفعها من عدد الجرائم، ندفعها من العمليات الإرهابية التي قد تحدث والتي قد يكون أبطالها هؤلاء الأطفال الذين لم نوفر لهم التربية ولم نوفر لهم الحضانة في وقت حساس من أعمارهم. نغيب عنهم، وربما يحتضنهم الأجانب، ربما تحتضنهم منظمات أجنبية أخرى، مما يزيد الأمور صعوبة ومما يزيد الأمور تعقيدا، حيث يغيب في بعض الأحيان يغيب المسلمون عن هؤلاء الأطفال ونتركهم لمنظمات أجنبية لا تتم بالدين، بل قد تعادي ديننا الإسلامي، وقد تزرع فيهم قيما ومفاهيم لا تتناسب مع ديننا ولا تتناسب مع مجتمعنا. وفي هذا الإطار يمكن أن نحكي قصة بشكل سريع، وهي قصة مريض كان في مستشفى الذي يعرف شعبيا بمستشفى الصباح، وهذه القصة حدثت منذ عدة سنوات. هذا المريض كان في ظروف سيئة ولم يكن معه من يصلح حاله، حتى أصبح منظره للأسف، حتى أصبحت الرائحة المنبعثة من غرفته صعبة 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 التحمل. نحن قطعا هذا المجتمع يحب الخير، نحن جميعا نحب الخير، لكن غياب جمعيات متخصصة، غياب وسائل أو أساليب دقيقة لاقتناص مثل هذه الحالات، هو الذي يترك مثل هذه الحالات عرضة، ويترك مثل هذه الحالات تغيب عنها لمسة الحنان الإسلامية التي ولمسة الحنان التي تأتي من الوطن. هذا المريض جاءته متطوعة من دولة غربية وأصلحت من حاله، ولم يكن إصلاح حاله يكلف الشيء الكثير، اشترت صابونة وقفازات وغطاء جديد، نظفته وأحسنت عليه، في حين غبنا نحن. وغبنا ليس لأننا لا نحب عمل الخير، فنحن قطعا نحب عمل الخير أكثر من هذه المتطوعة الغربية، ولكن غياب الأساليب، غياب منظمات المجتمع المدني المتخصصة، غياب طرق وآليات من خلالها يمكن أن نكتشف الحالات الصعبة، هو الذي جعل هذه الحالات نغيب نحن عنها، وتأتيها منظمة غربية تقوم باللازم. وقطعا هذه الفتاة لها دوافع، هي التي جعلتها تترك بلدها لتقوم بهذا العمل، وهي دوافع قد لا تنسجم مع قيمنا ومع ديننا. لذلك علينا أن لا نترك مثل هذه الحالات لينفرد بها منظمات أجنبية. في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن الإسلام رب المؤمن على التطوع، تطوعي بوقته، تطوعي من ماله، تطوعي برأيه، الدين النصيحة. لا بد أن يكون للمسلم تطوع في كل المجالات. نظام الوقف نموذج في هذا المجال، نموذج للتطوع، أن يكون كل مسلم عنده أوقاف منافع تجارية على بعض مصالح الأمة، وللوقف نظامه في الإسلام. نظام الإنفاق الطوعي كما قلنا أيضا هو مثال على ذلك. فلا بد إذن لثقافة المسلمين إذا أرادوا أن يربطوها بمتطلبات الواقع وبمتطلبات ما طلبه منهم الوحي، أن تتسع في حسهم دائرة الأعمال التطوعية. يقول العلماء إن أفضل عبادة بعد تعلم العلم هي منافع المسلمين. منافع المسلمين أن تسعى في مصالح الناس، في مصالح المعوزين، أنت في كل نعمة أنعم الله عليك بها عليك أن تؤدي منها زكاة.
ولذلك اعتبر العلماء أن أخذ العوض على الجاه ممنوع، جعلوا هناك أمورا لا بد من أن تؤدى ولا بد من أن تؤدى بدون تعويض، القرض والضمان، عوض الجاه يمنع أن ترى لغير الله. الإشارة الثانية التي يمكننا أن نستخلصها من هذه الوقفة هو أهمية القيام بالمتاح والممكن من العمل الخيري، حتى ولو تعلق الأمر بإنقاذ ضحية واحدة من ملايين الضحايا. فآسية زوجة فرعون لم يكن بإمكانها أن تنقذ أطفال بني إسرائيل الذين كان يقتلهم فرعون بالجملة، لكنها عندما وجدت حالة محددة وكان بإمكانها أن تنقذ تلك الحالة سارعت إلى إنقاذها، ولم تقل بأنه لا أهمية لإنقاذ حالة واحدة من مئات بل آلاف الحالات التي كان يقتلها فرعون. إذا علينا من هذه الوقفة علينا أن نتذكر دائما بأنه علينا أن نقوم بالمتاح من العمل، وعلينا أن نسارع إلى إنقاذ ضحية واحدة حتى ولو كنا أمام حالات كثيرة، أمام ضحايا كثر. وهذا درس مهم، لأنه عندما يحاول كل واحد منا أن يقوم بالمتاح فسنجد أننا جميعا قد قمنا بعمل جبار. عندما يحاول كل واحد منا أن ينقذ ضحية بإمكانها أن ينقذها، فإننا سنجد بأننا جميعا قد أنقذنا مئات بل آلاف الضحايا. إذن علينا دائما أن لا نستنقص بعض الأعمال الخيرية التي قد تكون جزئية جدا وقد تخص حالة واحدة من ضمن آلاف بل مئات آلاف الحالات. من هذه الوقفة الثانية يمكن أن نقدم إشارة ثانية، وهي إشارة في غاية الأهمية، بأنه علينا أن نقوم بالمتاح من العمل وبالمتاح من العمل الخيري الذي يمكن أن نقوم به. فآسيا وزوجة فرعون أنقذ الضحية واحدة من بين آلاف الضحايا، هي لم يكن بإمكانها أن تنقذ كل الضحايا الذين كان يقتلهم فرعون يوميا، كان يقتل كل أطفال بني إسرائيل، ولكنها عندما وجدت حالة محددة كان بإمكانها أن تنقذها فسارعت إلى إنقاذها، ولم تقل بأن هذه الحالة غير مهمة من ضمن آلاف الحالات التي كانت تتعرض للقتل من طرف فرعون. وهذا درس مهم علينا أن نستحضره دائما، وهو بأن قدراتنا وإمكانياتنا يجب أن نستغلها حتى ولو كان في حالات محدودة جدا ومعزولة جدا، ولأنه عندما يهتم كل واحد منا بحالة محددة فإننا سنجد بأننا تمكننا جميعا أن ننقذ العديد من الحالات. علينا أن لا نتأثر من كثرة الحالات التي تحتاج للتدخل، وعلينا أن لا نستنقص أن ننقذ حالة واحدة من تلك الحالات. ففي عالمنا الإسلامي أصبحت للأسف الشديد هناك العديد من الكوارث الطبيعية والعديد من الضحايا، وعندما نتحدث عن الأطفال فسنجد أن 600 مليون طفل يعاني من الفقر والمرض والحرمان من التعليم في عالمنا الإسلامي، ويموت في عالمنا الإسلامي سنويا 4.3 مليون طفل دون الخامسة بسبب سوء التغذية وبسبب أمراض كان يمكن أن يتم التلقيح ضدها. كما أنه في عالمنا الإسلامي نجد أنه تحرم 60% من الالتحاق بالمدارس الابتدائية في 17 دولة إسلامية، في حين سجلت 11 دولة إسلامية أعلى معدلات وفيات أطفال بالعالم. هذه الأرقام قديمة وهي قطعا قد ازدادت سوءا في هذه السنوات الأخيرة. إذا البعض منا يتعامل بشكل سلبي مع هذه الأرقام المخيفة عندما يقلل من أهمية إنقاذ طفل واحد من 4.3 مليون طفل يموتون سنويا، متجاهلا بذلك أنه لو حاول كل واحد منا أن ينقذ طفلا بما هو متاح لديه لأنقذناه بدون مشقة ملايين الأطفال، ويتجاهل كذلك بأن من أحيا طفلا واحدا فكأنما أحيا الأطفال جميعا، وهو يتجاهل المسألة الأكثر أهمية أن آسيا عليه السلام، أن آسيا زوجة فرعون هي في النهاية قد أنقذت كل أمة إسرائيل، لأنها أنقذت الطفل الذي سينقذ فيما بعد بني إسرائيل. إذن هذا الطفل الذي يمكن أن نوفر له الدواء حالا، الذي يمكن أن نوفر له العلاج، قد يكتب له هو في المستقبل أن ينقذ عشرات الأطفال، وبالتالي يكتب ذلك في ميزان حسناتنا نحن.
الوقفة الثانية من هذه مع هذه السرة هو أنها قدمت أن هذه السرة الكريمة قدمت لنا صورا متنوعة من العمل الخيري. كل الأجناس، كل الأعمار شاركت في العمل الخيري في هذه السرة، حيث نجد أن امرأة تكفل طفلا وهي زوجة فرعون، نجد شاب يغيث مستضعفا ويسقي للنساء وهو موسى عليه السلام، نجد الرجل من أقصى المدينة يكشف مؤامرة خطيرة ويقدم النصيحة والاستشارة لموسى عليه السلام، نجد شيخ يضيف غريبا ويوفر له عملا وزوجة، وهذه المرأة التي سيتزوجها موسى عليه السلام. إذن كل الأجناس وكل الأعمار شاركت في العمل الخيري في هذه السرة، ولكن رغم ذلك فإن هناك مسألة بالغة الأهمية وعلينا أن ننتبه إلى هو أن الدور الأكبر الذي يجب أن يلعبه الشباب في هذا المجال، في مجال العمل الخيري، يجب أن يكون دورا رائدا. ولقد ألمحت الصورة الكريمة لذلك من خلال عرض عملين خيريين قدمهما الشاب موسى عليه السلام، قدمهما وهو يمر بوضعيتين في غاية التناقض. فالعمل الخيري الأول قدمه وهو أمير مدلل، بينما العمل الثاني قدمه وهو مطارد خائف جائع وغريب الأوطان. لقد تحدث القرآن عن قصة موسى بشيء من التفصيل، لم يتحدث به عن قصة نبي آخر. ولقد قدم لنا القرآن الكريم جوانب هامة من حياة موسى، فكانت كل مرحلة عمرية تقدم لنا جانبا محددا من حياة هذا النبي الذي اصطنعه الله لنفسه. ولقد قام موسى بالكثير من العمل الخيري في مرحلة شبابه، لذلك علينا أن نتعلم من شباب موسى، على الشباب أن يتعلم من شباب موسى، وعلى شباب العالم الإسلامي أن يتعلم من شباب الأمم الأخرى التي ينغمس شبابها في العمل التطوعي. نحن قطعا لا بد أن نسجل بارتياح بأن العمل الخيري والتطوع قد تطور في السنوات الأخيرة في عالمنا الإسلامي، وقد تطور أيضا في السنوات الأخيرة في بلدنا. نحن الآن نشاهد ولله الحمد منظمات شبابية في بلدنا، نشاهد خيام لإفطار الصائم تابعة لمنظمات شبابية، نشاهد شباب يقوم بكفالة الأيتام، نشاهد شباب يتبرع بالدم، نشاهد شباب يشتغل في العديد من أوجه العمل الخيري. لكن قطعا ما زلنا نبحث عن المزيد وما زلنا ننتظر المزيد، وسأقدم لكم هذه الأرقام التي قد تحفزكم. ففي إحصائية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العام 1994، أي منذ 20 عاما تقريبا، شارك ثلث الشعب الأمريكي في العمل التطوعي، وكان أغلب المشاركين هم شباب. وقد تبرع كل متطوع بمعدل يساوي 4 ساعات تزيد قليلا، 4 ساعات أسبوعيا قدمها 90 مليون متطوع في سنة 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموع الساعات يقترب من 20 مليون ساعة تطوع، أي ما يوازي بالضبط عمل 9 ملايين موظف بدوام كامل، وهو ما تقدر قيمته النقدية قيمته المالية ب 176 بليون دولار أمريكي، أضافها العمل التطوعي، أضافها الشباب للاقتصاد الأمريكي. أما في كندا فإن 91% من الكنديين الذين تزداد أعمارهم على 15 سنة يقومون بتبرعات نقدية وعينية، ويوجد في كندا 175 ألف جمعية أهلية، طبعا ليست كبعض الجمعيات التي نشاهدها في بلدنا والتي لا تتعدى الرخص في الحقائب. أيضا في فرنسا توجد 600 ألف جمعية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2003 قد بلغ عدد الجمعيات 1.5 مليون جمعية. أما لدى العدو الصهيوني فتوجد 35 ألف جمعية، 35 ألف منظمة غير ربحية، وما يفوق عدد الجمعيات في العالم العربي بأسره. وهناك مؤسسة يهودية واحدة تدعى المجتمع المفتوح، هذه يوجد لها 33 فرع ومركز في العالم الثالث منها 28 مركز في العالم الإسلامي. ومن المفارقات الأليمة أن ما تنفقه سنويا واحدة من أهم المنظمات في العالم الإسلامي، الندوة العالمية للشباب في شرق العالم الإسلامي وفي غربه، لا يصل إلى 5% مما تنفقه مؤسسة المجتمع المفتوح في دول البلقان لوحدها.
يهودي آخر، ونحن نقول دائما بأن اليهود معروفون بالبخل، تبرع لي الاستيطان في عام واحد بما يفوق ما تبرعت به منظمة المؤتمر الإسلامي للمسجد الأقصى خلال 40 سنة الأخيرة. وقد ساهم العمل التطوعي في دعم الاقتصاد العدو في سنة 2006 بما قيمته 14 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. الوقفة الثالثة من الإشارات المهمة التي قدمتها هذه السرة العظيمة، والتي على جميع المشتغلين بالعمل الخيري أن يتذكروها خاصة في بداية مشوارهم الخيري، هي أن موسى عليه السلام كافأه الشخص الذي أغاذه بأن أفشى سره، مما جعل موسى عليه السلام يضطر للخروج من مصر خائفا على نفسه من ظلم فرعون. خرج بسبب عمل خيري، لقد خرج موسى من موطنه بسبب عمل خيري، ومع ذلك فكان أول ما قدم في موطنه الجديد هو عمل خيري آخر، رافضا بذلك أن يترك وشاية الإسرائيلي توقف مشواره الخيري. فالعمل الخيري هو باب من أهم أبواب العمل الصالح، لذلك على الذي يحاول أن يدخل من هذا الباب أن يتوقع اختبارا وابتلاء كبيرا بقدر أهمية العمل الخيري نفسه. لذلك كان الابتلاء، لكن هذا الابتلاء سرعان ما يتوقف عندما يصر فاعل الخير على مواصلة عمل الخير. وموسى عليه السلام عندما أصر على مواصلة العمل الخيري، وعندما قدم عمل خيري، وهو طرد من وخرج من بلده بسبب عمل خيري، عندما أصر على ذلك وجد النتائج السريعة، النتائج الأخروية هي نتائج معروفة، والنتائج الدنيوية وجدها أيضا بشكل مباشر، حيث توفر على الأمان النفسي، الأمان الاجتماعي، توفر على الأمان الاقتصادي من خلال الحصول على عمل، الحصول على زوجة، لأنه واصل عمله الخيري. يمكن أن هنا أن أشير إلى قصة حدثت معنا في المركز، وهي قصة طريفة ربما أيضا تشير إلى أن من يشتغل بالعمل الخيري لابد أن يجد ابتلاء من نوع ما. إحدى الطالبات في إحدى الدورات طلبت منهن أن يتحدثن عن العمل التطوعي، وطلبت من كل واحدة منهن أن تذكر عمل خيري قامت به في حياتها. إحدى الطالبات قالت بأنها في يوم من الأيام كانت تعد الطعام عند أهلها، ولكنها شاهدت قرب مسكنها، شاهدت رجلا مريضا ينام تحت شجرة وفي وضعية صعبة، فأصرت أو قررت ذلك اليوم أن تطعم ذلك الرجل الغريب المسكين. وبعد أن عدت الطعام، وكان طعامهم في ذلك اليوم الأرز والسمك، أخذت أفضل ما في ذلك الطعام وذهبت بصحن إلى ذلك المريض، وذهبت بالطعام ساخن، وذهبت قبل أن تعد الطعام لأهلها، ذهبت إلى ذلك المريض، ولكنها عندما قدمت له ذلك الطعام التفت إليه قليلا ورمى الصحن في وجهها، الصحن كان الطعام ساخنا، فتألمت كثيرا وقالت بأنها ستتوقف عن العمل الخيري. وناقشنا الموضوع وقلنا لها بأن هذا ليس إلا ابتلاء وامتحانا، وعليها أن تواصل. إذن كما تحدثنا في قصة موسى، فبعد ردة الفعل السلبية التي قبل بها موسى عليه السلام، فسنجد أنه واصل العمل الخيري في مدينة. ولذلك علينا أن لا نتوقف عن العمل الخيري مهما كانت الردود السلبية. الوقفة الرابعة مع هذه السرة، وهي أن موسى يوم أن قدم العمل الخيري، يوم أن تطوع، يوم أن أغاث نساء في مدينة، كان مهموما، كان جائعا، كان خائفا، وكان هو الأفقر تقريبا، وكان هو الأحوج إلى أن تقدم له الإعانة في ذلك اليوم، ولكنه بدلا من أن ينتظر من يعينه سارع هو لأن يقدم الإعانة للآخرين. لذلك علينا أن نتذكر دائما بأن العمل الخيري لا يتوقف على الميسورين، لا يتوقف على الأغنياء، بل على المهمومين والضعفاء أن يقدموا أيضا العمل الخيري، وعليهم أن يعقدوا صفقة مع رب العالمين كما عقدها موسى عليه السلام، وهي صفقة لا يمكن إلا أن تكون رابحة في الدنيا وفي الآخر أيضا. هذه الصفقة أن موسى
موسى تخلى عن همومه الشخصية، تخلى عن معاناته في ذلك اليوم، واشتغل بهموم ومعاناة الآخرين. على كل واحد منا أن يحاول أن يتخلى عن قليل من همومه ويتركها لرب العالمين، وأن يشتغل بهموم الآخرين، حتى ولو كانت هموم أولئك الذين سيشتغل عليهم حتى ولو كانت أقل حدة وأخف من همومه الشخصية. علينا أن نترك بعض همومنا لرب العالمين ونشتغل بهموم الآخرين، وقطعا فإننا لن نخسر، بل إننا سنربح ربحا كبيرا في الدنيا وفي الآخرة. لقد أصبح الكثير من المسلمين للأسف يعتقد بأن العمل الخيري هو خاص بالأغنياء، وهو عبادة خاصة بالأغنياء دون الفقراء. ولكن لتأكيد أن هذا المفهوم خاطئ وغير صحيح، سنقدم بعض الملاحظات التي قد تفند هذا الخطأ الشائع عند الناس. أولا، كما قلنا بأن موسى هو الذي هو كان الأفقر في مدينة في ذلك اليوم، هو كان الأحوج إلى أن يغاث، ولكنه هو الوحيد الذي ذكرت الآية بأنه سارع إلى تقديم عمل خيري، بأنه هو الذي سارع إلى لإعانة الآخرين. وحال موسى لا يختلف عن حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أيضا كان فقيرا وكان يقدم عمل الخير وكان يعين الآخرين. ونتذكر بأنه بعد نزول الوحي، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة، وأمنا خديجة، وقال لها: لقد خشيت على نفسي، فقالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الجملة المختصرة تحوي تقريبا كل أنواع وأشكال العمل الخيري كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف بأنه كان فقيرا في مكة، كان يقوم بها من قبل أن ينزل عليه الوحي. أما بعد نزول الوحي فحدث ولا حرج عن ذلك العمل الخيري الذي كان يقوم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك مثال أحب دائما أن نتحدث عليه، لأنه بناء يتعلق ببناء مسجد، ونحن هذه المحاضرة نقدمها من مسجد، وهذا الشهر هو شهر نعود فيه كثيرا إلى المساجد. هذه القصة هي من تركيا، وهي قصة حدثت في مدينة اسطنبول في حي يسمى حي الفاتح. كان هناك فقيرا وهو لا يملك مالا، ولكنه كان مصر على أن يقدم عمل خيريا. كان هذا الفقير عندما يذهب إلى السوق ليشتري طعاما يقول في نفسه: سأعتبر نفسي بأني أكلت هذا الطعام، ويأخذ المال ويخزنه ويدخره. وظل هكذا حتى مرت 30 سنة وهو على هذه الحال، يدخر ويدخر ويدخر من احتياجاته اليومية، حتى تمكن أن يوفر مالا وبنى به مسجدا في حيه. هذا المسجد، لأن الناس كانت تعرف قصة هذا فاعل الخير، هذا لأنها كانت تعرف قصته، وسمت المسجد كأني أكلت، أو جامع كان افترض أني أكلت. هذا الجامع هو نتيجة لتنازل مواطن تركي مسلم تركي فقير عن رغباته اليومية، ظل يدخل لمدة 30 عاما حتى شيد مسجدا. كم من غني كان في تلك القرية لم يوفقه الله لبناء ذلك المسجد، ولكن الله وفق فقيرا لبناء هذا المسجد. إذن نستخلص في النهاية بأن العمل الخيري ليس خاص بالأغنياء دون الفقراء، ونستخلص وعلينا نأخذ بخلاصة مفادها أن نبينا موسى عليه السلام كان خيريا بلا حدود، يقدمه أمير المدلل، يقدمه فقير جائع مطارد، كان يقدمه في بلده وفي غير بلده. علينا أن نتشبه بهذا النبي الكريم وبالأنبياء الآخرين، علينا أن نكون خيريين في كل مكان وفي كل حالة، وعلينا أن نسارع للعمل الخيري، وأن لا نعتبره عملا خاصا بالأغنياء دون الفقراء. علينا جميعا أن نشارك في فعل الخير، وإننا لن نندم، بل إننا سنربح عندما نخصص جزءا من أوقاتنا وجزءا من قدراتنا وجزءا من إمكانياتنا للعمل الخيري. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى الحلقة القادمة أستودعكم الله وفي أمان الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.